طيب، من الحاجات برضو اللي اعتقد انها يعني هتريح الناس شوية واحنا داخلين على شهر رمضان، النهاردة كان في اجتماع عملته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية. ايه اللجنة دي؟ انتوا عارفين ان احنا بعد كورونا كانت في لجنة عليا لمواجهة فيروس كورونا. هذه اللجنة الآن بقت لجنة دائمة، اللي هي اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، تبقى يعني موجودة باستمرار، أي طارئ تبقى بتشتغل. هذه اللجنة النهاردة اجتمعت وقررت كلجنة حكومية إنه يبقى في تخفيف للإجراءات. أنتوا عارفين إنه لسه في إجراءات كثيرة جدا أو إجراءات احترازية والناس بتطبقها بشكل أساسي. طيب، الإجراءات دي اللي الحكومة بتخفف بيها عن الناس وعشان الناس تدخل رمضان كده وهي مستريحة، خلينا نتعرف عليها من معالي السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. معالي السفير، أهلا بيك يا فندم. معايا يا فندم؟ مساء الخير دكتور محمد. مساء الفل على حضرتك وكل سنة وانت طيب. وحضرتك وكل المصريين بخير. يعني الأول احنا عندنا عدد من القرارات اللي فيها تخفيف للإجراءات الاحترازية خلال الفترة اللي فاتت، يعني سماح بإقامة موائد الرحمن، فتح دور المناسبات، مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي حتى الثانية صباحا خلال شهر رمضان، وإقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق بداية من شهر إبريل المقبل إن شاء الله. يعني دايما أنا ببقى مهتم مع حضرتك نعرف انه يعني ما اتيح للحكومه من معلومات دفعتها الى اتخاذ هذه القرارات. طبعا اي قرارات بتتعلق باداره جائحه كورونا بتكون انعكاس للوضع الوبائي على الارض. سواء كانت القرارات دي تقييديه فبنضطر ان احنا نقيد الحركه او ما شابه، وده كان في بدايات الجائحه، او قرارات تخفيف لما بنجد أن الوضع الوبائي الحمد لله بدأ يصبح تحت السيطرة وبدأ يتحسن بشكل كبير. في قرارات من اللي حضرتك ذكرتها بتتخذ للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين. صحيح. يعني السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المغلقة، القاعات المغلقة، ده قرار يعني معلق بقاله سنتين غير مسموح بإقامة أي أفراح في الأماكن المغلقة. والقرار الثاني الخاص بفتح القاعات الملحقة بالمساجد، دور المناسبات، منذ سنتين، أيوة، دور المناسبات بالمساجد. والقرار الثالث أيضا اللي هو لم يعني يتخذ منذ سنتين، وهو السماح بإقامة موائد الرحمن. فكنا في هذه المرحلة نتخذ هذه القرارات الثلاثة بعد عامين كاملين من التعليق، ده معناه أن الحمد لله وصلنا لمرحلة من الاستقرار في الوضع الوبائي والتراجع في الإصابات، ده اللي مكننا الآن من اتخاذ مثل هذه الإجراءات التخفيفية، وإن كانت لا يجب أن تكون رسالة بأن الوباء انتهى أو أن الكورونا انتهت بلا رجعة. الوباء لا يزال موجود، الفيروس لا يزال موجود، فقط حدته تراجعت بشكل كبير، معدل الإصابات تراجع بشكل كبير، لكن يجب الاستمرار في الالتزام بإجراءات معينة. والدليل على ذلك ان احنا على سبيل المثال الإجراءات التخفيفية لم تتضمن إلغاء ارتداء الكمامة. ارتداء الكمامة يعني لا يزال ارتداء الكمامة ده من او يعني ملزم، وانه يتعرض انه اللي ما بيلبس الكمامة ليه يعني عقوب، يعني لا يزال حتى الآن. بالضبط كده، لا يزال ساريا ولا تزال العقوبة مطبقة وسارية. والأماكن اللي ارتداء الكمامة فيها إجباريا لا تزال هي لم تتغير. أيضا دخول المصالح الحكومية بغير تلقي اللقاح لا يزال ممنوعا. وأيضا بغير ارتداء الكمامة لا يزال ممنوعا. فهناك قرارات تخفيفية أي نعم يعني تأتي استجابة لتراجع الوضع الوبائي، لكن في نفس الوقت هناك قرار يعني إجراءات أخرى يجب الاستمرار في الالتزام بها زي ارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات. تمام. طب هسأل حضرتك لأن ده سؤال، بعد هذه القرارات تحديدا يعني الموائد الرحمن والمناسبات، دور المناسبات والأفراح والاحتفالات في أماكن مغلقة، ناس هيسألوا عن حاجتين يا فندم، وهو فتح الأضرحة والموالد.
تمام، تم مناقشة ذلك وارتأت اللجنة اليوم الاستمرار في إغلاق الأضرحة والاستمرار في عدم السماح بإقامة الموالد، لأنها تجمعات كبيرة بتكون خارج عن السيطرة وبلا يكون فيها أي إجراءات التزام بأي إجراءات احترازية عكس القاعات، لأن قاعات الأفراح في الفنادق الفندق سيكون مسؤولا عن تطبيق الإجراءات الإجراءات الاحترازية الاحترازية. بالضبط، وهناك مراقبة من وزارة السياحة. القاعات التي لا تدع الفنادق هناك رقابة من جانب وزارة التنمية المحلية والمحليات، لكن الموالد من كيف تستطيع أن تطبق إجراءات احترازية في مولد؟ يعني ده المولد ده بالذات يضرب به المثل في إيه، في عدم الانضباط في أي إجراءات أيا بيبقى كانت في بيبقى في لمولد حالة انسيابية أكتر، يعني عدم انسيابية السيطرة أكتر. عليه بالضبط بتبقى بتبقى يعني ملحوظة. فإذا بالضبط كده، الأضرحة لا تزال مغلقة وإقامة الموالد لا يزال ممنوع. يعني الأضرحة لا تزال مغلقة بقرار من اللجنة، وإقامة الموالد لا تزال ممنوعة أيضا لعدم القدرة على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في الموالد، لأنها بتشهد يعني كثافة في التواجد وزيادة كبيرة جدا في الأعداد المتوافدين على مثل هذه التجمعات. تمام. طب لو خدت حضرتك يعني فرصة ان حضرتك معايا مع السفير، ليه الجهود بقى اللجنة اللي هي اتعملت عشان متابعة تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وفيما يتعلق تحديدا في مسألة ضبط الأسواق؟ يعني الناس ملاحظة الحكومة بتضخ عبر مبادرات مختلفة سلع وبضائع عشان تظبط يعني الإيقاع بتاع السوق، لكن أحيانا بيلاقوا في بعض زيادات تجار، يعني جهود الحكومة في المسألة دي تحديدا خاصة إن احنا داخلين على رمضان. طبعا اللجنة بتجتمع بشكل أسبوعي، اللجنة المعنية بدراسة أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية، إن شاء الله هيكون منتظر اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة المستجدات، مستجدات الوضع. هناك جهود من الحكومة طبعا إن احنا نحاول نسيطر على الأسعار عن طريق زيادة المنافذ اللي بتوفر الأسعار للمواطنين اللي هي أسعار ما قبل الأزمة، يعني أي سلعة موجودة حاليا في منافذ وزارة التموين أو منافذ القوات المسلحة أو منافذ وزارة الداخلية تحت مسمى أمان، فروع أمان، كل هذه المنافذ توفر السلع للمواطنين بأسعار ما قبل الأزمة. ده أثره إيه؟ أثره إن إحنا بنستهدف إن هو مع الوقت إن شاء الله بتبتدي السلاسل التجارية تتماشى مع هذه الأسعار، لكن لأن في النهاية نحن في اقتصاد حر لا تستطيع أن تجبر السلاسل التجارية الشهيرة أنها تبيع بأسعار معينة، لأنها هتقول لك لا أنا شارية بسعر معين، خاضع كمان للعرض والطلب وخاضع للعرض والطلب. بالضبط، لكن أنا كحكومة الأدوات اللي في إيدي في ظل عدم قابلية تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع، الأدوات اللي في إيدي أنا كحكومة إن أنا أوفر البديل الذي يستطيع المواطن العادي أن يشتريه، البديل سواء في السلع الأساسية أرز، مكرونة، زيت، سكر، كل هذه البدائل بأسعار مناسبة جدا متوفرة في الأسواق. أو الإجراء الثاني طبعا إن احنا بنستهدف كل من يتاجر في أقوات المصريين ويحاول احتكار السلع أو إخفائها، وده الدور اللي بتقوم به وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، وتم بالفعل ضبط قضايا كثيرة جدا. يعني طبعا الأمر هيأخذ بعض الوقت وقت حتى صحيح. تعود الأسواق إلى سابق عهدها وانضباطها، خاصة إن الزيادات مرتبطة بالأساس بحدث عالمي وتضخم مستورد كما نسميه، بالظبط مستورد من الخارج، لأن معظم هذه السلع تأتي من الخارج، لكن في النهاية نحن نتحدث عن ظرف مؤقت، والظروف الحالية فيما يخص ارتفاع الأسعار ستزول بزوال هذا الظرف المؤقت. طب معالي السفير سؤال أخير، يعني هل زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة كان ليها انعكاس على العمل في مشروعات الحكومة أو بعض مشروعات الحكومة؟ يعني برضو هذه المشروعات بتبقى قائمة على يعني استيراد مثلا خامات معينة، ناس بتتعامل، هل حدث تأثير ما ولا الأمور ماشية كويس؟ هو القاعدة اللي وضعناها وتم تطبيقها بالفعل هي أي يعني أوجه إنفاق حكومي يمكن تأجيلها فسيتم تأجيلها، وتعطى الأولوية لأوجه الإنفاق الأخرى الخاصة بمظلة الحماية الاجتماعية اللي هنوفرها للفئات الأكثر احتياجا، والمشروعات التي لا غنى عنها اللي هي في مجال الصحة والتعليم
ومشروعات الارتقاء بالريف المصري زي حياة كريمة، هذه مشروعات لا غنى عنها للمواطن ولن تتأثر بإجراءات التقشف الحكومي اللي بدأ تطبيقها، ولا حتى بالموازنة اللي رفعت الموازنة الجديدة، يعني مشروع الموازنة الجديدة اللي هيتم تطبيقها اعتبارا من 1/7 القادم، اللي هي هتكون لمدة سنة كاملة ترفع شعار التقشف الحكومي قدر الإمكان وممارسة أكبر قدر من الانضباط. فنعم هناك تقشف، نعم هناك تأثير للأزمة على أوجه الإنفاق، لكنها لن تضر ولن تمس أوجه الإنفاق الاجتماعي التي أو لصيقة الصلة بحياة المواطنين، وستستهدف فقط أوجه الإنفاق الحكومي التي يمكن تأجيلها ولا تضر بمستوى معيشة المواطن. معالي السفير نادر السعد، متحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.